سلام ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الجليبات هادو كما كتشوفوا الشكل ديالهم. بالنسبه هادو الناس اللي ما كيبغيوش الجلابه تكون عامره بالتنبات وعامره بالعقيق وهذا مختارين لهم هاد الشكل هذا كيجي الستيل ديالو مزيون، الشكل ديالو زوين خفيف. ها انتما اختارينا بالنسبه هاد الفولار اللي غادي يجي معاه بالكحل والاورانج والوينات واحد اخرين اللي غادي يجيو معاه مزيونين متناسقين. صافي فيه رشيمه في الصدر، فيه العقيدات على اليد مصوبين كما كتشوفوا، ماشي على الخيوط ديالنا كيكونوا خارجين مع الجنب. وهذا الخدمه يعني انا بالنسبه ما كنديرش خدمه ديال المعامل، راكم عارفين انا كنخدم بياسه على يدي كتفصل وتخيط وتصوب ليها السفيفه وتصوب ليها العقد، يعني كلشي كيوجد على اليد كما وريتكم. هنايا في الكميمات كاين هذا البروش في الكم وكاين في الصدر والكم الاخر. بالنسبه للفتيحات كاين مع الجنب، فتيحات مع الجناب تما بالسفيفه في الكحل كما كتشوفوا الفتيحات مع الجنب. وصافي هذا هو الشكل ديال الجليبه. بالنسبه للعدد راه محدود، انا نوريكم اللوينات اللي عندي في هذا الموديل هذا، واللي بغات شي حاجه ممكن تسكرينيها وتصيفطها لي اولا تدخل الباج ديالي ديال الانستغرام، غادي تلقى التصويرات واضحين وباينين. ممكن تتواصل معايا ديك الساعه في نمره الواتساب اولا في انستغرام. وبالنسبه للبنات هاد الجليبات كيبقى الثمن ديالهم هو 300 درهم بالفولار ديالهم بالشكل كما كتشوفوه. اللي بغات شي حاجه ممكن تواصل معايا في النمره ديال الواتساب اولا في انستغرام. مرحبا بالجميع.